بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا احنا طبعا تحت رعاية الايجيبشن ميديكال سينديكيت اكسبرت ميتنج، هنتكلم على 50 شيدز اوف دايابيتس، وهنبتدي النهارده بمجموعة بيهم حوالي 8 حالات، ونستمر ان شاء الله في المرات القادمة برضو يعني تحت رعاية السبونسرشيب اوف نوفارتس. خليني أتكلم على الحالة النهاردة، يا ريت حضراتكم تاخدوا بالكم منها. مستر AM is a 65 years old male working as an engineer and having 3 years history of hypertension on beta blockers and ARBs. Recently on a routine checkup he dis oh, it was discovered the following results. يبقى مستر ام اي 65 سنه ميل انجينير عنده 3 years history of hypertension، بياخد بيتا بلوكرز واربس، وبعدين راح عمل روتين تشيك اب فطلع له الريزلتس دي. طبعا البودي ماس اندكس از 32 كيلو جرام بير متر سكوير، بلاد بريشر 140 اوفر 80 كنترولد، بالس 82، and the examination was unremarkable، ما كانش فيه مشاكل. يبقى هو البلاد بريشر كنترول ده، ولكن خلينا ناكد ان هو عنده البادي ماس اندكس از انكريزد، وان هو اوبيس بيشنت. اللاب بتاعه الهيموجلوبين اي 1 سي 8.1، فاستنج 159 ملغرام بير ديسيليتر، بوست برانجل 223 ملغرام بير ديسيليتر، الجي اف ار 66 ملي، بوزيتيف مايكرو البومينوريا، ال جي لو دنسيتي ليبوبروتين 98 ملغرام بير ديسيليتر، اتش دي ال 40، تي اس اتش نورمال، ريستنج اي سي جي شوز نو ابنورماليتي، اند ايكو نورمال. What is the management of this patient؟ محتاج العيان ده نحط له خطة العلاج بتاعته، ومش عارفة هل نفتح هنا أي نوع من الديسكشن ولا نستنى شوي. حد عنده حاجة عايز يقولها لنا دلوقتي؟ افتكر يا دكتورة إيناس نسمع رأي الشباب، يقولوا لنا كل واحد يقول مقترحاته ريجاردنج. احنا مش عايزين نتكلم في علاج، ممكن حد يقول لنا مثلا المين يعني باثولوجيكال بروبلمز اللي موجوده عند البيشنت ده الاول، يعمل لنا سامري للحالات للحاله فيها ايه مشاكل، ولسه نخلي العلاج لما نتكلم فيه مع بعض. أكتر واحد في حضرتك شفتي في الشات ظهر عند حضرتك حاجة؟ لا ما ظهرش حاجة. طيب في دكتور ياسين كاتب الحالة تيبيكال ميتابوليك سيندروم. طبعا هي تمشي قوي ميتابوليك سيندروم يا دكتور، يعني لأن هو عنده اوبيسيتي وعنده هايبرتنشن وريسنتلي ديسكفر دايابيتيك بيشنت، وعنده يعني كل البارامترز تقريبا، ولسه يمكن لو دورنا هنلاقي حاجات تانية. بالنسبه في دكتور فايز بيقول محتاج لايف ستايل موديفيكيشن، في معلش مش هقول اسامي بقى لان في كتير ديسكشن ظهرت، بي ام اي ماست بي ريدوست to reach optimal BMI. حد حط المين بوينتس اللي هي obesity, hypertension, dyslipidemia and diabetes. lifestyle modification for diet and exercise, microalbuminuria, diabetic hypertensive. وفي دكتور محمد كاتب patient is not atherosclerotic cardiovascular disease, increased A1C, increased LDL, obese patient second stage obesity. لا هو الحقيقة مش second stage، هو first stage يا دكتور. nephropathy hypertension
encourage weight reduction, physical exercise, metformin is optimal, and no heart failure. What about fundus examination? تمام؟ يعني دي فكرة طبعاً كويسة إن إحنا نعمله fundus examination. Start with lifestyle change. Metformin lifestyle. إحنا هنتكلم بقى على الإيه؟ على العلاج. GFR 66 second stage nephropathy. تمام. طيب يبقى الدكاترة الحقيقة كان في يعني screening للcomplications وللمشاكل اللي موجودة في الحالة دي بشكل كويس جدا. خلينا نمشي شوية في الحالة ونشوف الدنيا فيها ايه. احنا دلوقتي عايزين نتكلم على المانجمنت اوف ذيس كيس. احنا قلنا ان هو 65 years old. احنا ما نقدرش نقول ان هو old person، لكن نقدر نقول ان هو يعني older من الolder group. حسب طبعا في تعريفات كتير للإيدج، لكن هو من الolder group. Management in this age في two series بتقول، one series بتقول ان the goal of postprandial blood glucose should be 200 milligram per deciliter وما نزلش postprandial قوي. في سيري تانية بتقول لا، احنا محتاجين نعمل ايوغلايسيميا with fasting blood glucose 110 and hemoglobin A1C 7 less than 7%. What to choose؟ طبعا to choose according to life expectancy. ولو حضراتكم توافقوني يعني يمكن البيشنت ده is in a good general condition و good health، الكوموربيديتيز عنده مش كتير، وبالتالي اقدر اوصل لهيموجلوبين A1C target. يعني هنقول ايه يعني مثلا ممكن اقل، ايه رايكم؟ هنتكلم فيها بعد كده. حضراتكم حضروا الاجابه بتاع السؤال ده، البيشنت ده انا عايزه التارجت هيموجلوبين اي 1 سي بتاعي يبقى ايه. الكرنت ميديكال بروبلمز عند البيشنت مش باين غير الهايبرتنشن، والهايبرتنشن از كنترولد، ما عندوش كاردياك بروبلمز، عنده طبعا سي كي جي يمكن نتيجه للهايبرتنشن. طيب الامريكان دايابيتس اسوشيشن كلينيكال ستاندردز من سنين طويله قالت although age per se should not be an excuse for suboptimal control of blood glucose، يعني مش السن فقط هو اللي يخليني ما ظبطش السكر كويس بالنسبه للبيشنت، بس بالنسبه للبيشنت ده it may be neither feasible nor appropriate to achieve such tight control in older diabetics. يبقى مش السن لوحده هو اللي هيخليني ما اظبطش البيشنت، ولكن في بعض الحالات لازم اسيب البلد جلوكوز عالي شويه، لازم اروح لليس تايت هيموجلوبين اي 1 سي. سو يعني ده التلخيص بتاعهم، goals should be individualized. يبقى انا لازم على حسب العيان، عيان عنده comorbidities ولا لا، عنده hypoglycemia frequent hypoglycemia، عنده hypoglycemia unawareness، عنده liver disease، عنده heart disease، عنده kidney disease، المشاكل كلها اللي ممكن تحدث نتيجة للhypoglycemia هل موجودة عند العيان ده ولا لا. دي المشاكل اللي بتخليني افكر اذا كنت عايزه اظبط العيان ده اعمله تايت جلايسيميك كنترول ولا اسيب العيان ده ليس تايت جلايسيميك كنترول. طيب according to the AGA 2021 consider the assessment of medical psychological function اللي هي ايه psychological بقى self management abilities، يعني لما بيكون عندي patient. طبعا البيشنت ده احنا شايفين ان هو الجنرال كونديشن بتاعته كويسه، وكمان كان بيتفسح وماسك كاميرا وكده، فيعني جنرالي هو بيقدر يتحرك، بيقدر ياخد باله من نفسه، لكن ممكن في اولدر جروب اوف بيشنتس يبقى السيلف مانجمنت ابيليتيز از ريدوست، يعني ما يقدروش ياخدوا بالهم من نفسهم. اند سوشيال كونديشنز to provide a framework for therapeutic approaches. يعني برضو لو كان حد في older age group وعايش لوحده بيجي له هايبوغلايسيميا، ما فيش حد موجود معاه في البيت، كل دي حاجات بتخليني أغير من قرار العلاج.
جيرياتريك سيندروم. جيرياتريك سيندرومز دي مجموعة من السيندرومز، منها البوليفارماسي، لأن وجد أن الأدوية مع بعض ممكن تعمل دراج دراج انتر اكشن، في بعض الأدوية مع بعض ممكن تعمل هايبوجلايسيميا. الكوجنيتيف امبيرمنت، هل البيشنت دول عندهم نوع من المنشا ولا لأ؟ ستارتنج من سن 65 المفروض ان انا افتش على الكوجنيتيف امبيرمنت. ديبريشن، يورينري انكونتيننس، فولز اند بيرسيستنت بينز، كل دي مشاكل ممكن تاثر على السيلف مانجمنت اوف ذيس دايابيتيك بيشنت. وزي ما قلنا ان احنا تو سكرين فور ايرلي ديتكشن اوف نيورو كوجنيتيف امبيرمنت فور ديمنشيا، وابتدي عند سن ال 65 سنه اعمل تو سكرين فور ديمنشيا. وغالبا الاهل الحقيقه بيبقوا جايين يشتكوا مع البيشنت ويقولوا ان هو ابتدى ينسى، وابتدى ينسى الحاجات القريبه، وابتدى يبقى فيه بعض البيهيفير تشينجز وهكذا، وده اللي بيخلينا ناخد بالنا من وجود الديمنشيا. بعد كده كل سنه لازم نشوف السكريننج فور ديمنشيا. هنرجع نتكلم على التريتمنت جولز. ممكن قبل ما نتكلم على التريتمنت جولز ناخد رأي حضراتكم، عايزين الهيموجلوبين اي 1 سي في الحاله دي ايه؟ وطبعا انتوا قولوا رأيكم. انا هقراه لاستاذه الدكتوره راويه، وبعدين دكتوره راويه تقول لنا رأيها بالنسبه للبيشنت ده الهيموجلوبين اي 1 سي جول يبقى ايه. نغطي السلايد دي عشان نسيبكم تقولوا حسب تفكيركم. قولوا لنا الـ treatment goal for this patient شكلها إيه؟ في إجابات وصلتك يا دكتورة إيناس؟ والله انا بفتش عليها دكتورة راوية عندي ممكن تبعتوا لنا الإجابات دكتور سيد عشان مش باينة. يعني هو لو يبعتها لنا على نفس الشات اللي احنا شغالين عليه اسمه بي بيتر، بدل ما يعمل شاشتين. هحاول اجيبها، بس هو اللينك بتاعي قفل. ممكن الإجابات على الواتساب على أي حاجة يا جماعة؟ هو في حد كاتب أهو، حد كاتب إنها 7، وكاتب من 7 لـ7:30، وكاتب 8 4 R. أنا كنت أفضل لو هم يتكلموا مش بس يكتبوا. If they have the chance إن هم يناقشونا it would be لا مش هيقدروا، مش هيقدروا عشان هم في separate room يا دكتورة راو. أوكي. طيب زوم روم تاني. أو كاتب A1C7 وال fasting less than 130 وال random blood sugar less than 200. طيب رأي حضرتك في الإجابات إيه؟ وأنا شايفة الحقيقة إن الشباب well informed، يعني زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في از ان جود شيب، هي از اكتف، على
questions and answers. افتكر 100 ده ريبوتابل لانه هو لسه ريسنتلي ديسكفر احتمالات الهايبوغليسيميا انها تبقى موجوده. طيب الدكتورة راوية طبعا موافقة على كلام حضراتكم بالنسبة للهيموجلوبين اي 1 سي تارجت اللي هو ليس ذان 7%، وان الفاستنج ممكن يكون ليس ذان 110. طبعا جه اجابات على التريتمنت، وخلينا نأجل التريتمنت بعد ما نتكلم على التريتمنت في الاولدر دايابيتيك بيشنتس. يعني في ناس كاتبه سلفونايل يوريا ميتفورمين، خلينا نأجل هذا الكلام لغايه ما نخلص السكريننج اوف انتي دايابيتيك ميديكيشنز في الاولدر بوبوليشن. طيب خليني اكمل السلايدز. وجيل تريتمنت تارجتس اولدر ادلتس هو ار اذروايز هيلثي with few coexisting chronic illnesses زي البيشنت ده بالظبط، and intact cognitive function. يعني البيشنت ده ما عندوش غير obesity وhypertension وdiabetes، وبالتالي عنده few chronic coexisting illnesses وintact cognitive function، واحنا شايفينه ان هو بيتحرك وبيتفسح وبيعمل صور وهكذا. الglycemic target should be 7 to 7.5 أو less than 7 to 7.5، يبقى من أقل من 7. طبعا على حسب أنا بستخدم medication شكله إيه. يعني أنا لو بستخدم medication with less hypoglycemia ونو severe hypoglycemia يبقى أنا أقدر أوصل لتارجت كويس جدا. لو أنا بستخدم medication ممكن يعمل لي hypoglycemia فببقى محتاجة أن التارجت يبقى عالي شوية عشان patients ما يدخلوش في hypoglycemia. البيشنتس اللي مش بقى البيشنت بتاعنا، patients with multiple coexisting chronic illness أو cognitive impairment or functional dependence، يعني هو معتمد على حد زي bedridden ما بيقدرش يتحرك لوحده أو كده، بيحتاج glycemic target less than 8 to 8.5. يبقى لما المشاكل بتحصل بخلي الهيموجلوبين A1C less tight وبعليه شوية. Glycemic goal for some older adults might reasonably be relaxed as a part of individualized care. يبقى أنا أقدر أعلي التارجت بتاعي على حسب حالة العيان، بس to avoid hyperglycemia leading to symptoms of of hyperglycemia أو leading to risk of complications. يعني ما سيبش الهايبرجلايسيميا بتاعتي تعمل لي complications، وطبعا كل ده بيبقى بناء على a lifespan of this patient. Screening for diabetes complications should be individualized. يعني لو كان واحد زي ما احنا شايفين البيشنت ده بيتحرك كويس، good general condition، عنده بس hypertension، حتى ال hypertension بتاعه control، عنده CKG بس stage 2، يعني لسه طبعا ممكن يكون او الجي اف ار بتاعته 66، يعني يقدر ياخد كل الانتي دايابيتيك ميديكيشنز حتى ما عندوش مشاكل فيها، يبقى انا اقدر ادور على الكومبليكيشنز لان اللايف سبان اوف ذيس بيشنت از لونج لايف سبان. يعني احنا متوقعين له ان شاء الله ان هو يعيش فترات طويله، وبالتالي ببقى عايزه اعمل سكريننج فور كومبليكيشنز واعمل بريفنشن فور كومبليكيشنز كمان. البريفنشن فور كومبليكيشنز بيبقى فيه هايبرتنشن تارجتس، في تارجت للهايبرتنشن، في كمان تارجت للديسليبيديميا، امتى استخدم ستاتين ثيرابي، امتى ان انا ابقى عايزه ادي مثلا اسبرين وهكذا. يمكن هنشوف الكلام ده في الجداول اللي جاي. الجدول ده بيتكلم على نفس البيشنت بتاعنا اللي هو healthy with few coexisting chronic illness and intact cognitive function status. المفروض ان هو عنده long remaining life expectancy. الهيموجلوبين A1C تارجت في البيشنت ده زي ما قلنا وزي ما حضراتكم اغلبكم قلتوا اقل من 7 ل 7.5.
الفاستنج بلازما جلوكوز 80 ل 130، البيد تايم جلوكوز 80 ل 180، البلاد بريشر ليس ذان 140 اوفر 90. الليبيدز هستخدم الستاتين unless they are contraindicated or not well tolerated، والكلام ده according to the American Diabetes Association 2021 يعني بتاعت السنة دي. Lifestyle management اقول له يعمل exercise، احنا عايزين ان هو يخس طبعا بنعمل له انواع الاكسرسايز اللي هي تناسب السن بتاعته، في ستريتش اكسرسايز وفي ويت بيرنج اكسرسايز. المفروض ان الاكسرسايز يبقى الايم بتاعه مع اللايف ستايل ان انا احاول ان انا انزل الوزن بتاعه، خصوصا ان هو اوبيز بيرسون. الدايت، الدايت بالنسبه للجيرياتريك بيرسونز بالذات في الاولدر بقى بيشنتس، لما يبتدي يبقى فيه كوجنيتيف امبيرمنت بيبقى فيه ديفيكولتي ان تشينجينج الدايت هابتس. يعني ما اقدرش حد عاش مثلا 80 سنه من عمره بيحب مثلا الجبنه اجي اقول له لا انت مش هتاكل جبنه، او طبعا ده مثال بس، او ابتدي اقول له لا انت مش هتاكل كذا هتاكل كذا. فبنحاول معاه ومع الريليتيفز في البيشنتس اللي هم ما بيبقوش قوي كوبراتيف ان هم يعدلوا من الدايت بتاعهم. طبعا ممكن يبقى في decreased sense of taste، يعني التذوق بيبقى ضعيف عند البيشنتس دول، وبالتالي برضو بيبقى ده صعب ان احنا نديلهم دايت معين. poor food preparation skills لو كانوا عايشين لوحدهم، او في financial difficulty ان هو طبعا احنا عارفين ان healthy diet بيبقى مكلف شوية، فممكن يكون في financial difficulty، ممكن يبقى في mobility problem، ممكن يبقى في difficulty to follow instructions زي ما بنقول اذا كان في cognitive impairment. no strict diet is needed بالنسبة للبيشنتس دول. فيتامينز اند مينرال سبلمنتس اديها لما يكون الكالوريك انتيك اليومي اقل من 1000 كالوري بير داي. نبتدي نتكلم على الانتي دايابيتيك ميديكيشنز ونشوف راي حضراتكم في الحاله دي، مين هينفع التريتمنت، ونشوف طبعا راي استاذتنا استاذه الدكتوره راويه خاطر على الميديكيشن المناسب بالنسبه للحاله دي. سلفونايل يوريا طبعا هي سلفونايل يوريا ستيل فيري بوبولار، و 70% من البريسكريبشنز فور دايابيتس اباف ذا ايج اوف 60 بيبقوا سلفونايل يوريا، ولكن 20% of sulfonyl urea patients develop hypoglycemia. وفي كمان decreased response to hypoglycemia due to autonomic dysfunction، وبالتالي no warning symptoms، ودي طبعا it is a danger ان هو البيشنت مش بياخد باله من الاعراض الالارمنج الاولانيه بتاعت الهايبوجلايسيميا زي التاكيكارديا وزي التريمرز وزي الدراوزنس ممكن يحصل في الاول وهكذا. كمان في drugs increasing hypoglycemia زي beta blockers، السلسلات، الوارفارين، الترايسايكليك انتي ديبريسنس، ودايما السلفونايل يوريا اللونج اكتنج سلفونايل يوريا البوتنت سلفونايل يوريا زي الجلايبينكلامايد is not preferred، ويفضل ان احنا ما ندوش. البايجوانيتس ممكن طبعا يتاخد لكن ما يتاخدش في الحالات دي، يعني هو الاساس ان هو يؤخذ، ولكن لا يؤخذ في حالات الرينال انسفيشنسي، هيباتيك ديسيز، الكحوليزم، سيفير كونجستيف هارت فيلير، اند سيفير بريفيرال فاسكولار ديسيز. الفا جلوكوزايديز انهبيتور ات از سيف بس ممكن يعمل سيفير جي اي تي ديستربنس. سازولين دايون افيكاسي سيميلر لليانجر ما فيهاش مشكله، لكن في كير اوف cardiac function ممكن يعمل لي heart failure. ال incretin based therapy GPP4 inhibitor they are safe with no risk of hypoglycemia. They are weight neutral يعني ما بتزودش الوزن، ومعروف ان احنا لما بنحطها مع الميتفورمين بتقلل الوزن. They seem to be attractive agent to use in elderly. Dose of GPP4 inhibitors بتبقى هي نفسها the same dose إلا لو كان في renal impairment، والrenal impairment الحقيقة بيبتدي من أقل من 45 GFR، ولو حبينا نستخدمها في الحالة دي فإحنا ممكن نستخدمها بنفس الدوز. GLP-1 receptor agonist there is no risk of hypoglycemia.
طبعا السايد افكتس بتاعتها النوزيا والفوميتنج والدايريا. البوست ماركتنج ريبورتس طبعا ان في يعني مشاكل زي بانكرياتايتس، زي رينال فانكشن امبيرمنت في بعض الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست زي الاكسينتايت. الاس جي ال تي 2 انهبيتورز ان elderly بيشنتس، طبعا احنا هنا بنتكلم على كل مجموعه الالدرلي، ودي ستادي اتعملت على كيسز اكتر اقل من 65 سنه واكتر من 75 سنه على اس جي ال تي 2 انهبيتور، وكانت الكومبليكيشنز كانت سيميلر في بوث جروبس. اليورينري تراكت انفكشن كانت سيميلر، والجينيتال انفكشنز كانت سيميلر سواء كانوا في الناس الاباف 75 او الاقل من 65. ولكن اللي كان فيه واضح ان كان فيه volume depletion كان more increased in case of older diabetic patients using ال SGLT2 inhibitor. هنيجي للمانجمنت اوف ذيس كيس ونسأل حضراتكم، نسأل أستاذة الدكتورة راوية خاطر عن رأيها. هل ندي ميتفورمين اند لايف ستايل، ندي ميتفورمين اند سلفونايل يوريا كومباينيشن، ميتفورمين بس دي بي بي 4 انهبيتور، ميتفورمين اس جي ال تي 2 انهبيتور والفا جلوكوزايديز انهبيتور او جي ال بي 1 ريسبتور اجونست. انا هسيب هنا هستوب الشير وهسيب الديسكشن عشان ده يمكن اهم بوينت في النقطه دي، وبعدين هنرجع للمحاضره تاني. دكتورة راوية الإجابات. هو احنا بنتكلم على ريل لايف كيس يا دكتورة، بس الصوت يا دكتورة راوية من فضلك حضرتك قربي من السكرين. يعني احنا بنتكلم على ريل لايف كيس، مش بنتكلم على كلام نظري او الـ FDA قالت ايه او الـ recommendations الكوريكت. ده patient recently discovered diabetic، والراجل كان ماشي في حاله وما عندوش مشاكل واكتشف هذا الشخص. في اختيار الدراجز اللي هنديها له لازم يبقى دراج مالهاش ترابل سام تايب. طبعا كل الاوبشنز اللي حضرتك طرحتيها واردة، انما كلها ممكن تضايق العيان لدرجه ان هو يقول طب ما انا ما كانش عندي اعراض هاخد العلاج ده ليه؟ السلفونايل يوريا طبعا از نوت ذا بيست اوبشن علشان الهايبوجلايسيميا اللي حضرتك ذكرتيها، الا لو كنا هنستعمل حاجه من الفيري شورت اكتنج السكريتيف. الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست ليها سايد افكت مش لطيفه قوي في الستارت ويز ذا بيشنت، وزيها الاس بي ال 2 انهبيتور، فافتكر برضه دول هيبقوا ليتر اوبشن. This is not the first option to manage this. الجليتازون وال سايد افكت بتاعتها ريجاردنج انه بيعمل له اديما وكده برضه هيخليه مش مبسوط قوي، فده موست سيف تو ستارت ويز هو الميتفورمين. الميتفورمين اولويز دي دي بيفور انهبيتور، دول السايد افكت بتاعتهم قليله جدا بحيث ان العيان كان توليريت ده دراج، ونشوف لانه ده ذا فيرست تريتمنت. ذيس از ا بيشنت طيب ما بياخدش علاج خالص، ممكن الميتفورمين لوحده يبقى انف، ممكن لو ما قدرناش نوصل بالفول دوز الميتفورمين ال 2 جرام يمكن يعملوا له سايد افكت ريجاردنج جاستروينتاينال ديستربنس، فيبقى لو انا حطيت سمولر دوز الميتفورمين مثلا جرام ومعاه جي ال بي 1 ريسبتور اجونست سوري ومعاه دي دي بي 4 انهبيتور اوصل للبروبر كنترول اللي انا عايزاه اللي هو الاي 1 سي 7 وهوصل للتستنج 110، وفي نفس الوقت مش هاخد سايد افكت تخلي العيان ما هواش تولربل كونتينيوز. افتكر برضه نسمع كلام الشباب رايهم في هذه الحاله. حضرتك قدرتي تشوفي ال لا ما حدش حاجة عندي على الشات. إيه ما فيش إجابات؟ لا أنا Q&A عندي مش باين فيها حاجة يا جماعة.
هي عشان التو رومز اللي اتخطفت يعني محتاجين نفتح. انا كل شويه بيفصل عليا الاسئله. دلوقتي ابتدى يبان. في حد بيقول وي ستارت باي متفورمن لايف ستايل، وده كلام مظبوط خالص. في حد كاتب 2 اور 3 يعني يظهر الاوبشنز اللي حضرتك حطيتيها. في حد كاتب how about cutting down refined sugar metformin with maximum tolerated dose. هما هنا بانوا عندي كويس دكتورة راوية. في نفس ال طيب، في ناس قالت اس جي ال تي 2 ان ميتفورمين، ويمكن دكتورة راوية ردت عليها. في ناس قالت ميتفورمين لايف ستايل، ولو ما وصلناش للتارجت تو اد فيلداجليبتين اكوردنج تو فيريفايد ترايل. دكتور طارق العريني من المنيا. في ناس قالت هاو اباوت كاتنج داون ريفايند كاربس and the lowest dose of metformin. طبعا احنا لازم نعمل لايف ستايل موديفيكيشن، ولازم نقلل الكربوهيدرات، ولكن لازم ندي الكربوهيدرات عشان ما يبقاش فيه اللي هو لو كربوهيدرات دايت، عشان ده ليه سايد افكتس تانية. metformin and with maximum tolerated dose، كلام طبعا زي ما الاستاذه الدكتوره راويه قالت ان احنا ممكن ابتدي مع البيشنت ده with metformin according to the guidelines العاديه بتاعت كل الناس، واستنى 3 شهور واشوف اذا كان وصل للتارجت ولا لا. طبعا بيبقى معايا لايف ستايل موديفيكيشن، واذا ذا بيشنت از نوت ريتشنج ذا تارجت يبقى انا بزود الدواء الثاني. الدواء الثاني طبعا هنا انتوا كاتبين الاس جي ال تي 2. دكتوره راويه اظن ان هي فضلت الجي بي بي 4 انهبيتورز از ريجاردز السيفتي بالنسبه للاوردر للاولدر بوبوليشن، والحاجه الثانيه علشان ما فيش اثيروسكلروتيك كارديو فاسكولار ديسيز. ولكن يبقى دايما ان احنا عندنا ممكن يبقى فيه اكتر من اختيار، لان ده ما فيهوش اي مشاكل ان يعني يبقى فيه اراء مختلفه، ودي تولز كلها احنا بنستخدمها. خليني، وهنا في دكتور كاتب جي بي بي 4 بلس ميتفورمين and if he cannot afford give sulfonylurea plus metformin. هو الحقيقة ان الادوية يعني دلوقتي اسعارها ما بقتش تعتبر مكلفة قوي. يمكن زمان كانت الارقام دي بتخضنا، لكن دلوقتي الادوية مش مكلفة قوي. when we need to review metformin with the renal impairment، المتفورمين لغاية جي اف ار 45 مسموح تماما. طيب خليني اكمل المحاضرة وتشير سكرين تاني بعد اذن حضراتكم عشان نكمل شوف الداتا اللي موجودة عندنا، ومين عمل ستاديز على الميتفورمين. سوري، على الاولد ايج في ستادي اتعملت على الفيلدا جليبتين ان elderly patients with type 2 diabetes، والستادي دي كانت بولد ستادي من 12000 حاله. والحالات دي كان في 2 جروبس، في جروب اقل من 75 سنه وجروب اكتر من 75 سنه، وكان فيهم combination with metformin او plus or minus metformin تقريبا 24 weeks او نص سنه. ال patients with كانوا بياخدوا فيلداجليبتين 50 ملغ twice per day plus or minus metformin. ودي كانت ال results of this study. كان في 1.1% reduction of hemoglobin A1C in the very elderly people اللي هم هنا السن الحقيقه كان 75 سنه او اكتر، with no hypoglycemia and no weight change. ودي كانت results of this trial. زي ما قلنا كان في reduction of hemoglobin A1C with no drug related adverse effects in the very very elderly people على أكتر من 12000 حالة pooled analysis.
طيب يبقى لو رجعنا للمانجمنت، طبعا حضراتكم حرين تماما، ممكن حد يقول لي هدي له جي ال بي 1 ريسبتور اجونست اذا البيشنت كان افورد، مفيش اي مشكله، عندنا تشويسز كتيره وعندنا تولز كتيره، ولكن دايما نبص على السيفتي فور ذا بيشنت. طيب خلينا نقابل مستر اي ام ات ذا ايج اوف 80، يعني بعد سنين طويله، ايه اللي هيتغير مع مستر اي ام؟ اول حاجه هتتغير الجايد لاينز بتاعتنا، الجايد لاينز هتبتدي تقول ان لو كان في انترميديت ريمينينج لايف اكسبكتنسي، يعني البيشنت عند 80 years غير عند 65 years، عنده مالتيبل كو اكزيستنج كرونيك ديزيز، وعنده كوجنيتيف امبيرمنت ممكن يكون موجود وممكن لا، يبقى الهيموجلوبين اي 1 سي تارجت از يعني المفروض ان هو يبقى اقل من 8%، الفاستنج او البريبرانجل من 90 ل 150، البيد تايم من 100 ل 180، هتلاقي الارقام بقت شويه ليس تايت، والستاتين ممكن استخدمه برضو unless contraindicated or not well tolerated، البلاد بريشر اقل من 140 على 90. بالنسبه للفيري كومبلكس او بور هيلث with limited remaining life expectancy، لو كان عنده مشاكل صحية كتيرة قوي أو end of life stage، يعني دي بنقول إن هو عنده مشاكل مثلا جاله كانسر، جاله حاجة، وإحنا عارفين إن اللايف سبان بتاعته هتبقى قليلة، في الحالة دي المفروض إن إحنا ما نروحش ل تايت جلايسيميك تارجت، والمفروض ان التارجت بتاعي ما حددلوش هيموجلوبين اي 1 سي تارجت، ولكن تو افويد هايبوجلايسيميا اند تو افويد هايبر جلايسيميا ان ذيس كيس. وبالنسبه للبلاد بريشر هيبقى البلاد بريشر شود بي ليس ذان 150 اوفر 90. بالنسبة للسكر الصايم 100 ل 180، شايفين حضراتكم الأرقام اتغيرت إزاي، والبيت تايم بين 100 ل 200 أو 110 إلى 200 بلاد جلوكوز. خلينا نخلص الحالة دي عشان ما نطولش عليكم، وناخد الحالة التانية، وقبل ما بنحضر الحالة التانية ممكن نستقبل أي كومنتس لحضراتكم وكومنتس للأستاذة الدكتورة راوية خاطر. انا هدي سمول كومنت دكتوره ايناس عبال ما يبعثوا لنا الشات بتاعي. انا بس باكد على حاجه حضرتك قلتيها في الفوق، الفيتامين، لان كل عيان عنده سكر بيكتشف ان عنده سكر يقول لك من فضلك اديني فيتامين. الفيتامينز از نوت انديكيتد ان ا كنترول دايابيتيك بيشنت، زي ما حضرتك قلتي لو كان في سيفير بوليوريا او لو كان في سيمتوماتيك اسيميا ساعتها ممكن نفكر في فيتامين، لكن it shouldn't be one part of the treatment of the routine treatment for diabetic patients. علشان بس ما نجبرش العيان financially بحاجات مش ضرورية ويجي بقى على الدواء المهم وما ياخدش. الحاجة التانية اللي أنا بأكد عليها من الحاجات الكتيرة اللي الزملاء قالوها، إن الميتفورمين بالنسبة للعيان ده is quite safe، لأن الجي اف ار بتاعته 66%، فإحنا مش خايفين من حاجة، وان احنا مش محتاجين ان احنا نخش تو ماتش ميديكيشنز، لانه هو العيان ريسنتلي ديسكفر، فاحتمال ان هو كونه ما كانش عارف انه عنده سكر يبقى ما كانش كومبلاينت على الدايت. فالعيانين دول ايفن اف يو كنترول هيز دايت سام تايمز وذ نو ميديكيشنز، العيان بيتحسن ايفن ويوصل ببلاد شوجر ليفلز اللي احنا عايزينها. النقطه الثانيه برضو اللي حضرتك اللي هم اثروها الشباب، كل الاوبشنز اللي حضرتك طرحتيها ريجاردنج الاس بي ال 2 انهبيتور وريجاردنج الجي جن 1 انالوج، زي ما انا قلت لحضراتكم انه العيان اللي جاي جديد عنده سكر ده مش لازم انا اسود عيشه زي ما بعض الزملاء بيعملوا، وانت ما تاكلش ايه وانت ما تعملش ايه وانت فاضل العيان يقولوا له ما تتنفسش. لازم نبقى فيري جنتل مع هؤلاء البيشنتس، لانه العيان ده هيعيش بالدايابيتس بتاعته for the rest of his life. كان يعني this is not انفلونزا هياخد علاج ويخف. فلازم نبقى براكتيكال واحنا بنوصف الدايت لهؤلاء المرضى، لانه دول هيعيش بالديسابيلتي دي.
فلازم نبقى فيري براكتيكال، انما ما تاكلش عيش، ما تاكلش رز، ما تاكلش مكرونه، ما تاكلش، ما تشربش لبن، من فضلكم بلاش نعمل كده. ودكتوره ايناس وضحت لحضراتكم انه مش لازم نبقى فيري انثوزياستيك بان احنا ندي فيري ستريكت دايت كنترول، لازم نعمل موديفيكيشنز، خصوصا انه الكربوهيدرات، خصوصا الكومبلكس كربوهيدرات ما بتبقاش مضره قوي. يمكن نبقى حريصين قوي في الريفاين شوجر، انما الكومبلكس كربوهيدرات مش لازم ان احنا نقول للعيان ما ياخدهاش. افتكر برضو بعد ما حضراتكم قلت كل ارائكم، يبقى احنا شبه متفقين انه اللاين اوف تريتمنت فور ذيس بيشنت نمبر 1 2 3 4 5 6 لايف ستايل موديفيكيشن، وياتي بعدها الميديكيشن. اون ذا توب اوف ذيس ميديكيشن هيبقى الميتفورمين، ولو حبينا الميتفور ما وصلناش بالدوز الماكسيمم دوز توليريتد باي ذا بيشنت للبلاد شوجر اللي احنا عايزينه والاي 1 سي، ممكن نزود بي دي بي 4 انهبيتور، خصوصا بعد الدراسه اللي قدمتها الدكتوره ايناس على السيفتي او بيلد ليفتنج ان اولد. نسمع راي حضراتكم برضه if there is any. في الحقيقة اتنين من الدكاترة أثاروا نقط مهمة طبعا، بالإضافة للدكاترة اللي قالوا تقريبا نفس الكلام بالظبط اللي حضرتك قلتيه. في حد قال طيب لو كان العيان is not able to start metformin shall we start with gliptin only or not، يعني أبتدي بجليبتين يعني جي بي بي 4 انهبيتور، يقدر يبتدي بجي بي بي 4 انهبيتور لو كان العيان ما بيستحملش مثلا ميتفورمين او في كونترا انديكيشن تو ميتفورمين؟ افتكر ده ينفع لانه البلاد شوجر بتاع العيان مش عالي قوي، يعني ده البوست برانديال 223، الاي 1 سي 8، فلو مع دايت كنترول الجليبتين مي بي انف فور كنترول اوف ذيس. هو في الامريكان اسوشيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجي الحقيقه كانت يعني قايله ان احنا ممكن نبتدي بكل الانتي دايابيتيك ميديكيشنز، مش بس فاتحه لل جي بي بي 4، ولكن فتحت لكل الانتي دايابيتيك ميديكيشنز زيها زي الميتفورمين على طول. يمكن هم كلامهم ساعات بيبقى شويه غريب، ولكن خلينا نحترم الجي جايد لاين موجوده وجديده. السؤال الثاني على استخدام البيتا بلوكر، فحضرتك في دكتور قايل البيتا بلوكر العيان يستمر عليها ولا لا؟ If he is controlled with beta blockers, there is no contraindication. خصوصا لو انا حدي دراج ما بتعملش هايبوكلايسيميا. حضرتك ذكرتي ان في دراج ممكن تعمل هايبوكلايسيميا. البيتا بلوكر يمكن مشكلتها الاكبر انها بتماسك ذا سيمبتومز اوف هايبوكلايسيميا rather than causing the hypoglycemia. فالعيان اذا كان كنترول بالبيتا بلوكر واحنا شفنا البلاد بريشر بتاعه كويس، ذير از نو كونترا انديكيشن تو كونتينيو، ما عندوش بريفرال ارتيريال ديزيز، يبقى نقدر نكمل بالبيتا بلوكر في الحقيقه. طيب خلينا نبتدي الحاله الثانيه وهي اقصر طبعا من الحاله دي، وان شاء الله تكون حاله مفيده. ويمكن انا فكرت ان انا اخد اكستريمز اوف ايج، اخد سن الاباف 80 واخد السن بتاع الصغيرين عشان نبقى استفدنا مع جروب مختلف. الكيس الثانيه ام كي از 13 years old child، هو male child started complaining of drowsiness and blurring of vision few weeks ago. His teacher noticed poor class performance and notified his family. لازم ناخد بالنا قوي على فكرة من الكلام ده، لأن للأسف إن في أهالي بتسيب ولادها قصادهم فيهم symptoms وما بياخدوش بالهم. فأي symptom جديد على الطفل لازم ناخد بالنا، ومش هيحصل أي مشكلة إن احنا نعمل تحليل سكر حتى في صيدلية في أي حاجة، لأن بنشوف حالات الطفل بيتساب شهور طويلة وبيجي بمشاكل وبيجي بدايابيتيك كيتو اسيدوسيس وهكذا. يبقى هنا كانت السيمبتومز جاست drowsiness اند blurring اوف vision، وان التيتشر اخذت بالها ان في poor class performance، الطفل بقى مش مركز ومش كويس في المدرسه زي ما هو كان. His mother sought medical advice and on examination the following findings were noticed.
يبقى هي الحقيقة ان كان لازم المذر هي اللي تاخد بالها، ولكن هنا التيتشر هي اللي اخذت بالها. examination of this child الويت كان 66، وده حسب الجروس شارت في الادوليسنس كان ال 96 بيرسنتايل، واكتر من 95 بيرسنتايل بيعتبر هذا الطفل اوبيز. هي اتقطع يا جماعه ولا ايه؟ الصوت حضراتكم شايفيني دكتوره راويه دكتوره سحر؟ انا واضح موجوده يا دكتوره ايناس، واضح اصل سامعيني كلنا. الشاشه راحت، الشاشه كانت راحت. طيب يبقى زي ما قلنا الطفل ده examination is unremarkable، الويت 66 كيلو جرامز، هو بيقع حسب الجروس شارت 96 بيرسنتايل، وده في الأطفال بنعتبر ال 95th percentile هو اللي هو الأوبيز، من 85 ل 95 بيبقى الأوفر ويت. الفاستنج بلازما جلوكوز بتاعه كان 195، البوست برانجل 245، ليفر فانكشنز نورمال اند كيدني فانكشنز ار نورمال. يبقى ده طفل نيولي دايجنوزد وهو أوبيز. هنبتدي نتكلم في الأسئلة what is the most likely diagnosis of this case and what are the investigations needed. تحبي حضرتك نفتح الإجابات دلوقتي نشوف الدكاترة؟ متهيألي نسمع رأيهم بعدين احنا. اتفضل. عايزين نشوف الإجابة بتاعت حضراتكم للطفل ده. في حد كاتب طبعا ابتدى الكتابة. الإجابات اللي جات لغاية دلوقتي في type 2 diabetes in the children، وفي مودي، وفي type 1 diabetes، وفي الدكتور طلب سي بيبتايد كويس قوي، وفي type 1 diabetes تاني، وفي مودي تاني، وفي type 1 diabetes type 2 diabetes، وفي دكتور recommended insulin and سي بيبتايد fasting and postprandial، دكتور قال type 2 or مودي وهايبوثايرويديزم ندور عليها موجي تايب 1، او نعمل سي بيبتايد، نعمل انتي جاد انتي بوديز، نعمل سي بيبتايد، نعمل سي بيبتايد. دي اللي هي الدايجنوزس اللي هو تلخص بين تايب 1 وتايب 2 وموجي. وانا شايفه هنا ان يمكن تايب 1 اخر شير كبير، مش عارفه ليه. طب ما يا ريت الدكاتره اللي كاتبين لنا تايب 1 يقولوا لنا قبل ما نبحث الحاله ونتكلم فيها ليه هم بيقولوا تايب 1. في دكاتره طالبين ليبيد بروفايل تايب 1، سي بيبتايد، انسولين انتي بوديز، جاد، فاستنج انسولين، ثايرويد فانكشن، انسولين اند سي بيبتايد، تايب 1، سي بيبتايد انتي بودي، وحد كاتب ات كود بي تايب 2، وحد كاتب تايب 2، وحد كاتب mostly type 2 to differentiate do antibodies, anti-GAD and C-peptide we search for signs of insulin resistance. Type 1 for his age, Dr. L. Family history of diabetes is important. Dr. L تاني موجي ودكتور تاني قايل insulin. C-peptide and family history, HOMA test, اوتو انتيبوديز. طيب هو طبعا الافكار كلها كويسه، لكن احنا كنا بس كنت حبيت اعرف راي الدكاتره اللي كتبوا تايب 1 هم ليه كتبوا تايب 1 ان ذيس ايج. استاذتنا الاستاذه الدكتوره راويه حضرتك تحبي تعلقي بايه على الحاله لغايه دلوقتي؟ الحقيقه انا مبسوطه من الاجابات لان كلها بتنم عن انه الشباب حاضرين معانا they are very well informed. اللي قالوا تايب 1 have some rationale انه العيان الولد عنده 13 سنه فاحتمالات تايب 1 ورد. في شويه حاجات against انما يعني ما فيش ما يمنع ان هم يشوفوها as a very specific. الاحتمال الثاني اللي بعض الاساتذه الشباب قالوه المود
المودي is a bit rare. يعني يمكن type 1 in the young is much more common عن المودي. والمودي علشان نشخصه محتاجين نشوف enzyme detect بالخمس أنواع بتوعه which is not practical في الجنرال براكتس اللي احنا بنستعمله. حد طلب هما تيست وانا شايفه ان ده هيبقى تكلفه على العيان من غير ما تفيد كتير لان هو اوريدي كانت شايفين المزوره كانت قايسه وسط الولد فهو الويستر كومبلنس بتاعه ديفينتلي عالي وعنده فاستنج بلاد هايبرجلايسيميا فاحتمالات ان هما تيست تطلع بوزيتيف ورده بشده وتكلفه كتير من غير لازم. الكلام ده مش اون اكاديميك بيز، الكلام ده اون ا براكتيكال بيز. يعني ده ولد جالك العياده وانت عايز تعمل. الشباب اللي قالوا سيبتايد انا موافقه معاهم 100%. ويمكن السيبتايد هتبقى مور انفورماتيف عن الانسولين لان الانسولين شورت هابلايت والايرور في السيت بتاعه بيبقى اكتر. فالشباب اللي قالوا سيبتايد انا موافقه معاهم تماما لان هي دي اللي هتبقى ديفرنشيتنج بوينت. Is this patient type 1 ولا ده type 2 young age. الانتيجاد بتاخد وقت طويل علشان تبان النتيجة بتبقى more expensive في العلاج فمش هي دي اللي هنبتدي. فأنا موافقة مع الشباب اللي قالوا ان this may be type 1 وعلشان نتأكد هنعمل C-peptides او ممكن الاحتمال التاني more common عن الموجي انها تبقى type 1 في young. قصد حياتك type 2 في اليانج سوري type 2 اليانج هتبقى differentiating point بين الاثنين دول هو السيبتا. يمكن ان البرزنتيشن بتاع الولد انه مفيش ويت لوس فده برضو يستبعد شويه ان هو type 1 لان type 1 كان لازم هيخس الولد لا المدرسه لاحظت ولا الام لاحظت ان الولد بيخس وده يستبعد شويه ان الولد ده insulin deficient ده on clinical ground انما طبعا لازم هنعمل كده. طبعا ال طبعا الناس هتقول لنا النيو جايد لاينز يمكن مختلفه شويه عن اللي احنا بنقوله لكن احنا بنقول على براكتيكال ابروتش انما هنسمع من حضرتك تقول لنا النيو جايد لاينز بتقول ايه في النسبه دي. طبعا it is a diagnostic difficulty يعني هو مش سهل قوي اشخص ولكن في اطفال من وهم داخلين في العياده بتقدر حياتك على طول تقول ده شكله كده تايب 1 وده شكله تايب 2 مع شويه هيستوري مع شويه فاميلي هيستوري بيوضح على طول. وانا طبعا مع الدكتوره راويه ان احنا ما نعملش انفستيجيشنز لحاجات مش محتاجينها حاجات مكلفه ومش محتاجينها ومش هتفيد في العلاج. يعني في اطفال بيبقى بتحلف عليهم ان هي تايب 1 كل حاجه بتقول ان هو تايب 1 وبعدين ابص الاقي في حد طالب لهم جاد وانتي انسولين انتي بوديز ومش عارف ايه. طب ما هو يعني اعمل ليه وطفل جاي بدايبيتيك كيتو اسيدوزيس وزنه قليل وخس وبلاد جلوكوز بتاعه عالي جدا والفاستنج 350 طب انا هل في احتمال لهذا الطفل ان هو ياخد اورال انتي دايبيتيك؟ فبرضه عايزين دايما نرشد استخدام الانفستيجيشنز يعني مش مجرد عشان انا ارضي الاهل ومش مجرد عشان انا محدش يقول انت ما عملتيش ليه هيقولك ما عملتش ليه هقول له علشان مش مفيد عشان انا عمري ما هدي الطفل ده اورال انتي دايابيت. طفل جايلي بفاستين 350 ادور ليه اشوفه اذا كان ده تايب 2 ولا لا ما انا لازم هبتدي بالانسولين. خلينا نبتدي بالاسئله اللي بعدها. أول سؤال what distinguish type 1 from type 2 diabetes in the use إزاي أقدر أفرق بين type 1 and type 2 دول الـ differentiating points. هتلاقوا حضراتكم الحقيقة أن في تداخل كبير بين النوعين وده اللي بيعمل difficult diagnostic issue يعني مش الدنيا مش سهلة أو أن أنا أشخص كده ده type 1 ولا type 2 على طول. بالنسبة للweight الويت 20% in type 1 may be obese ودي حاجة بتلخبط أغلبية type 1 بيبقوا سن رفيعين أو slim. type 2 diabetes يا إما كلهم يا إما أكتر من 85% عندهم overweight أو obesity. بالنسبة للكورس كمان ده مهم قوي type 1 بيبقى
رابيد كورس على طول، تبص تلاقيه ما بيقعدش شهور يعمل سيمتومز وكده، لا ده بسرعة جدا الولد عمال يخس، عمال يدوخ، عمال يتعب، وبيزغلله lack of concentration بتاع، يبتدي المانيفستيشنز بسرعة جدا، وده بيخليه تايب 1 نمشي اكتر مع تايب 1. بالنسبه للكورس اوف تايب 2 دايابيتس بيبقى سلولي سلو كورس، يعني يبتدي البيشنت باعراض بسيطه على مدى شهور، والمفروض ان الاهل او المدرسه تاخد بالهم ان في اعراض زي الطفل ده. بالنسبه للدايابيتيك كيتو اسيدوسيس هنلاقيها برضو ان هي ما هياش كونكلوزيف قوي بين الاثنين، ان تايب 1 35 to 40% يبقى عندهم دايابيتيك كيتو اسيدوسيس، ويمكن الطفل اللي فات ده ما كانش عنده كيتوسيس خالص. بالنسبه لتايب 2 دايابيتس مايلد دايابيتيك كيتو اسيدوسيس ان 5 to 25% of cases. ريليتيف ويز دايابيتس الفاميلي هيستوري ان تايب 1 هيبقى في 5% of the relatives ممكن يبقى عندهم type 1 diabetes، و 20% of the relatives ممكن يبقى عندهم type 2 diabetes. زي انا لسه شايفه طفل عنده type 1 لسه من كام يوم، جدته عندها type 2، فهم اهله متخيلين يعني ان ده سكر وراثي، لا هو سكر type 1 لكن جدته عندها type 2 diabetes. يبقى دايما برضو الانهيرتنس الحقيقه بتلخبط شويه، واحنا عارفين ان الانهيرتنس اصلا في الدايابيتس لغايه دلوقتي مشكله وما اتحلتش، وكمان الـ احنا شايفين ان الاثنين فيهم نفس الكلام. لكن لو جينا تايب 2 دايابيتس هنلاقي ان 74 to 100% of type 2 diabetics بيبقى عندهم type 2 diabetes في الفاميلي، يعني الطفل اللي عنده والدته ووالده خلاص ده غالبا تايب 2 وهكذا. يبقى الانهيرتنس او الريليتيف ويز تايب 2 دايابيتس لما بيزيد قوي الانسيدنس بيبقى ماشي مع تايب 2 دايابيتس في اليوم. كوموربيديتيز بالنسبه لتايب 1 دايابيتس في ثايرويد، ادرينال، فيتيلوجو او سيلياك ديزيز، ده بيمشي على طول طبعا مع اوتو اميون ديس اوردر مع تايب 1. بالنسبه لتايب 2 دايابيتس في انكريس ان بوليسيستيك اوفري سيندروم ان فيميلز، وفي اكانسوزيس نيجريجنس ان ميلز ان 90% اوف ذا يونج ويز دايابيتس. السي بيبتايد كان بي بريزيرفد ات دايجنوزيس اوف تايب 1، عشان ما تلخبطناش يا جماعه، ممكن تبقى في الاول موجوده لكن بعد كده تبتدي تقل او تقل جامد، لكن ممكن في الاول تبقى موجوده، عشان كده دي نقطه لخبطه احللها او ما احللهاش. تايب 2 دايابيتس السي بيبتايد از نورمال اور انكريست، زيه زي البيشنت بتاع تايب 2 اللي في الكبار بالظبط. بالنسبه لل انتي بوديز موجوده ان 85% اوف تايب 1 دايابيتس، وموجوده في برسنتج ايضا 15% ان تايب 2 دايابيتيك بيشنتس، يعني حتى الانتي بوديز ما حلتش الموضوع، لكن وجودها بيمشي اكتر مع تايب 1، وانها تبقى موجوده بنسبه قليله في بعض الناس في تايب 2، يعني ما بتقفلش الموضوع، عشان كده بنقول ان it is a difficult diagnostic issue. ازاي افكر، لكن غالبا بيبقى الطفل كده ماشي من الاول، ماشي كده تايب 1 او ماشي تايب 2. دكتوره ايناس ممكن كومنت صغير؟ اي فندم اتفضلي. على السيب التايب حضرتك تفضلتي وذكرتي انه ممكن تبقى موجوده في الاول، والعكس صحيح انه ممكن السيفير هايبر جلايسيميا وقت البرزنتيشن بتبقى سبريسنج السيب التايب، فايتس نوت ادفايزبل ان الواحد يعمله والسكر عالي قوي، لانه هتطلع ما فيش وبعد شويه بتريكفر البيتا سيلز وتبقى موجوده السيب التايب، فعشان كده هي مش فيري سترونج differentiating بوينت. زي ما حضرتك قلتي ممكن تبقى موجوده في الاول، والعكس صحيح ان ممكن السيفير هايبر جلايسيميا تبقى سبريسنج السيب التايب، وبعد شويه if you control the blood sugar by whatever means طبعا انسولين في الحاله اللي حضرتك ذكرتيها، ساعتها لو عدتي السيب التايب هتلاقيها.
شكرا. طيب ده المنظر بتاع الأكانسوزيس نيجريكانس عشان لازم نبقى عارفينه، وده طبعا it is a sign of insulin resistance وبيشخص لي الحقيقة type 2 على طول في الأطفال دول. طيب السؤال الثاني، what are the treatment targets in use with type 2 diabetes, are they the same as in others or not؟ تحبوا حضراتكم نفتح الإجابات هنا ونشوف كمان ال discussion بالنسبة للأجيب ولا نكمل؟ نكمل. طيب according to the AGA 2021 initiate، احنا دلوقتي شخصنا قبل ما نقول احنا ميالين لان هذا الطفل عنده type 2، اولا الفاستنج مش عالي قوي، البوست برانجل مش عالي قوي، الولد اوبيز. خليني اكمل لحضراتكم الداتا. هو عنده family history of diabetes، فعلا الفازر عنده diabetes. الطفل الهيموجلوبين A1C بتاعه كان 8.5، فبالتالي ده بيبين ان في بقاله كذا شهر عنده الدايابيتس. والحاجه الثانيه ان عنده فاميلي هيستوري اوف دايابيتس وعنده اكانسوزيس نيجريجنس، وده اللي خلاني افكر ان هذا الطفل is type 2 diabetes. فاحنا النهارده هنتكلم على الفارماكولوجيكال مانجمنت اوف type 2 diabetes in the young according to the American Diabetes Association 2021. To initiate pharmacological therapy and behavior counseling for healthy nutrition and physical activity change and diagnosis of type 2. يبقى زيهم زي أي عيان type 2، إن أنا هديله nutrition وهديله physical activity، وده مهم قوي. والميزة في الشباب الصغير ده إن هو يقدر يعمل رياضة بدرجة كبيرة جدا، فإحنا ما عندناش مشكلة خالص إن هو يقعد يتنطط كذا ساعة في اليوم. In incidentally diagnosed or metabolically stable، وهنقول ان هذا الشاب هو واحد منهم، ان هو ما عندوش diabetic ketoacidosis، ما عندوش loss of consciousness، يعني ده incidentally diagnosed، اكتشف بالصدفة، and he is metabolically stable، او الهيموجلوبين A1C less than 8.5 and asymptomatic. خلاص، يبقى الحل في هذا الطفل هو الميتفومين. ميتفومين is the initial pharmacological treatment of choice if renal function is normal، واحنا قلنا ان renal function عند الشايل ده is normal. يبقى الطفل بتاعنا هنحطه في هذا الكاتيجوري، ان هو اكتشف بالصدفه metabolically stable والهيموجلوبين A1C بتاعه كان 8.5. الحاجة الثانية use with marked hyperglycemia with blood glucose، ده لو حالة تانية with blood glucose more than 250 milligram per deciliter أو hemoglobin A1C أكتر من 8.5 without acidosis at diagnosis who are symptomatic، عندهم symptoms، عندهم polyuria, polydipsia, nocturia, loss of weight should be treated initially with basal insulin together with metformin. يبقى لو كان الطفل عنده الهيموجلوبين A1C اكتر من 8.5 من غير اسيدوزس وعنده symptoms of hyperglycemia زي بوليوريا، بوليديبسيا، نكتوريا او weight loss، يبقى لازم ابتدي العلاج ببيزل انسولين together with metformin اللي انا المفروض اكون مديه. يبقى طبعا ده تغييرات كبيره في شكل العلاج اللي احنا المفروض نديه. اقل من 8.5 هدي متفورمن، بس اكتر من 8.5 ومعاه سيمتومز هدي متفورمن ويز بيزل انسولين. طيب if the patient is having ketosis او keto acidosis treatment with subcutaneous او intravenous insulin زيه زي الشخص الكبير بالظبط اللي عنده keto acidosis to correct the hyperglycemia والميتابوليك derangement بتاعته. Once acidosis is resolved, metformin should be initiated. يبقى هرجع تاني للميتفومين. لو كان العيان خلاص صلحت الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس وبقى ستيبل، هبتدي ادي ميتفومين. While subcutaneous insulin therapy is continued، وهخلي الانسولين لان هو ابتدى بدايابيتيك كيتو اسيدوزيس وهشوف المستقبل هيمشي معاه ازاي. In patients
presenting with severe hyperglycemia. Glucose أكتر من 600. Consider assessment for hyperglycemic, hyperosmolar, non-ketotic coma. يعني لو كان سكره بقى عالي أو 600 يبقى هفكر في acute complications of diabetes زي وزي elderly diabetic بالظبط. If glycemic targets are no longer met with metformin with or without basal insulin, النوع اللي احنا اخترنا له ان هو ياخد metformin with basal insulin او metformin without basal insulin. الجديد بقى ان ممكن نستخدم الليراجلوتايد and it is a glucagon-like peptide. ممكن يستخدمه. طبعا في سماح على استخدامهم من younger ages دلوقتي. و طبعا لو ما كانش في complication او contraindication to liraglutide اللي هو الميدالري ثايرويد كارسينوما او multiple endocrine neoplasia زيهم زي الاشخاص الكبار بالظبط. يبقى الجديد هو السماح باستخدام الليراجلوتايد. وده الحقيقه الجدول اللي هو بيقول نفس الكلام اللي هو قسمني الهيموجلوبين اي 1 سي اقل من 8.5 واكتر من 8.5 with no acidosis or without ketosis. وده اللي احنا ادينا له. يبقى المجموعه الاولى اخذت متفورمين فقط، المجموعه الثانيه اخذت والمتفورمين تايتريشن اب تو 2000 ملي جرام بير داي اقدر اديهم 2 جرام. المجموعه الثانيه اللي هي اكتر من 8.5 ومعاهم سيمتومز بس معاهمش اسيدوسيس بياخد متفورمين ويز بيزل انسولين، والبيزل انسولين ستارت از 0.5 يونت بير كي جي بير داي. والله انا باجد يعني يمكن الدوز دي كبيره شويه يا جماعه، مش عارفه دكتوره راويه هانم راي حضرتك ايه، ان انا ابتدي بيزل 0.5 بير كي جي كتير ده يعني الولد اللي حضرتك مقدمه ده هياخد 30 يونت بلازمين بس التومه انا شايفه كتير يعني هو هي هاز تو ستارت باي 0.1 اند يو بيلد اب ذا دوز لما 0.5 ده كتير كتير جدا. اذا كان احنا الكبار ساعات بنبتدي لهم من 10 يونتس، فيعني ان انا ابتدي في طفل زي ده ب 20 30 يونت طبعا ده كتير جدا. فدايما يا جماعه طبعا برضو خلينا نقول ان الجايد لاينز ما هياش يعني قران او انجيل، احنا لازم نفكر قبل ما نستخدم الميديكيشن ولازم نبقى بنزود بحرص شديد عشان ما نعملش هايبوجلايسيميا. ولاحظوا حضراتكم ان في فايده تانية مهمه قوي ان انا ما استخدمش البيزل انسولين بدوسز كبيره وما استخدمش المالتيبل ديلي انجكشن اوف انسولين بدوسز كبيره، لان الطفل ده لو انا خسست له وزنه ممكن ابص الاقيه ابتدى يمشي. لو كان بياخد بيزل ويز متفورمين ابتدى ياخد متفورمين فقط، وفي بعض الاطفال قعدوا سنتين ثلاثه كده من غير دايابيتس خالص. فخلينا نبقى ماشيين بسلولي بات شولي. الحالات بقى اللي هي اسيدوزيس اند اور دايابيتيك كيتو اسيدوزيس تو مانج الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس زيهم زي الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس العاديه بالفلويدز وبال انتروفينس او الانترا ماسكولر انسولين عادي جدا. وبعدين بعد كده باسس الحاله وبشوف اذا كانت هتمشي على متفورمين بس ولا متفورمين ويز ليراجلوتايد ولا متفورمين ويز بيزل انسولين. واذا كان شكل البيشنت من الاول باجي بالكيتوزيس يبقى يفضل ان انا اديله المالتيبل ديلي انجكشن اوف انسولين، يعني بيقلب زيه كده زي تايب 1 بالظبط. وده الكلام اللي موجود continue or initiate multiple daily injection of insulin or insulin pump as for type 1 diabetes. ده نفس الكلام الحقيقه بس مكبره الشاشه. وفي الاخر بنقول ازاي نقدر تو ستوب الدايابيتس ابيديميك. طبعا اللايف ستايل مانجمنت، ازاي نعمل اكسرسايز للاطفال دول على الاقل 60 دقيقه مودريت اور فيجرس فيزيكال اكتيفيتي ديلي، وهيلثي ايتنج باترن. وعندنا الاي دي اف عامله ريكومنديشن لطريقه الاكل، وعندنا كمان ال WHO عامله ريكومنديشن للاكسرسايز وللاكل وقايله ان على الاقل 60 دقيقه of moderate to vigorous intensity physical activity per day. دي الطريقه اللي نقدر نوقف بيها الابيديميك، واللي اقدر كمان استخدمها مع الطفل اللي بياخد متفورمين فقط.
انا خلصت طبعا، احب اسمع تماما استاذه الدكتوره راويه خاطر ونسمع الاسئله اللي حضراتكم يعني هتقولوها لنا. شكرا يا ايناس على الـ very updated presentation. انا متفقه مع حضرتك تماما في انه مفيش متفورمن في الاسيدوزيس. يعني اذا الولد ده بريزنتد في الاول باسيدوزيس، مفيش متفورمن في الاسيدوزيس. لازم لما يبقى مفيش كيتون خالص في اليورين، مش لازم في اتش تشينجز كل شويه، اليورين اسيتون، لانه سام تايمز افكت بيهايند ذا سيلكشن اوف ذا بي اتش اوف ذا بلاد، نبقى نبتدي الميتفورمين حتى وهو انتجي. النقطة الثانية اللي برضو بأكد عليها انه لما حضرتك تفضلت وقلت التايب اوف دايتس الـ FDA بتشرحه، افتكر وزارة الصحة المصرية دلوقتي عاملة بروجرام علشان النيوتريشن في الولاد الصغيرين، وعلشان يعني في ناس كتير من بتاع الميديكال نيوتريشن والكلينيكال نيوتريشن بيقعدوا مع الامهات ويعلموهم ايفن لو الولد مش دايابيتك البروبر نيوتريشن فور ذا يونج تشيلدرن. فاحنا الحقيقه بنسمم هذه المبادره من الوزاره، لانها يعني فعلا احنا عندنا شويه اجنورنس ريجاردنج الدايت هابتس والفاست فود اللي الاولاد ياخدوها والحاجات دي. طبعا الليراجلوتايد هي الصيحه الجديده، يعني انا ما عنديش انف اكسبيرينس فيها، لكن هي ريكومندد طبعا ومكتوبه في الجايد لاينز، ف هنضطر نستعملها خصوصا لو الولد اوبيز زي ما حضرتك ذكرت. اذروايز انا افتكر انا موافقه تماما على كل المعلومات اللي حضرتك ذكرتيها، وهنسمع راي الشباب. هو الحقيقه في اراء كتيره جدا جت، منها لو كان البيشنت هاد نو ديفينيت كرايتيريا فور تايب 2 دايابيتس از اوبيسيتي اور كرايتيريا فور تايب 1 دايابيتس از منشن بيفور ستيل نيد تو بي انفستيجيتد باي انسولين سي بيبتايد. طبعا ما هو احنا لو مش عارفين نفرق قوي ومحتارين لسه، وفي حاجات هو اخدها من تايب 1 وحاجات اخدها من تايب 2، اكيد ان انا محتاجه احلل الانسولين او احلل السي بيبتايد او احلل الجاد وهكذا. وفي بعض الاحيان لو البيشنت مثلا انا بيشنت زي ده لو ابتديت اظبط له اكله مش ممكن الاقي نتيجه سريعه مع طفل زي ده. لو ابتدينا حتى قلنا تعالوا نظبط الاكل كده ونستنى، خصوصا ان هو ولا عنده كيتو اسيدوزس ولا عنده ليفر ولا عنده كيدني، طب ما انا ممكن اظبط الاكل وادي متفورمين واشوف النتيجه شكلها ايه. يعني التجربه برضو بيبقى لها دور كبير. ايه راي حضرتك دكتوره راوي؟ ده هيبقى يعني لو هو سكره مش عالي قوي، ها هو اهل الولد ده جايبينه وجاي نفسه انك تقول لهم ده ما عندوش سكر. طبعا مش هنقدر نضحك عليهم ونقول لهم ما عندكوش، انما نقدر زي ما حضرتك بتقولي كده نقول لهم ده حاجه خفيفه، ولو الولد خس ولو ابتديتوا تعملوا نظام اكل مظبوط تعالوا نجرب حاجه خفيفه كده ونشوف. افتكر هيبقى سايكولوجيكالي ريليفنج للولد الصغير والاهله ولكل حد. طيب هنا في دكاتره كاتبين ان احنا ما نديش اي في انسولين لو كان في لو كان في دايابيتيك كيتو اسيدوزس. هو طبعا الكلام اللي احنا قلناه هو الاي جي اي، لكن طبعا في ديفرنت جايد لاينز. في حد بيقول هيلثي فود، وفي حد بيقول نقطه مهمه جو تو جلوكوتوكسيستي، الجلوكوتوكسيستي كان سبريس البيتا سيل. يعني احنا مجرد ما هنظبط الاكل ونخلي الولد يتحرك شويه وندي المتفورم ممكن تلاقي حصل تحسن كبير في الحاله دي. هايبوجلايسيميا مي سبريس، هايبرجلايسيميا مي سبريس السي بيبتايد، وده الكلام اللي قالته استاذه الدكتوره راويه. في دكاتره قايلين متفورمين اور بيزل انسولين، وبعدين في دكاتره بقى طالبين حاجات تانية هنخليها في الايام التانيه لان احنا طولنا قوي. وانا طبعا بشكر حضراتكم جدا وبنعتذر للتطويل، لكن الحقيقه ان احنا بنستفيد بوجودنا مع حضراتكم ومع الاستاذه الدكتوره راويه خاطر. ما ينفعش تشتغل من البيت، ممنوع تعزل نفسك، مطلوب منك تختلط بالمرضى، تستنى الخطر في كل لحظه،
لكل طبيب في مصر والعالم بيخاطر بسلامته وأمانه علشان حياة ملايين بيواجهوا خطر وباء كوفيد 19. كلمة شكرا مش كفاية. احنا في نوفارت مش بس بنشكركم، احنا معاكم، بنشارككم ونشارك العالم.